أهلا بكم مرة تانية السادة الزملاء المهندسين وأبناء الطلبة في الفيديو رقم 17 من سلسلة تعليم أعمال الهندسة الصحية والأعمال الميكانيكية عموما داخل المباني. ده الفيديو رقم 17. في الفيديو رقم 16 احنا كنا انتهينا من عمل تغذية المية الساقعة إلى داخل دورة المياه بتاعة الرجال يعني، وإن شاء الله في الفيديو دوت هنشرح إزاي نعمل المية برضو السخنة. أفكر حضراتكم إن إحنا كنا المية كانت اللي داخلة السخانات كانت قيمتها بتساوي زيرو، وديت يعني هنتعامل معاها من خلال معرفة المية السخنة اللي رايحة للأجهزة الصحية. فتعالوا نحن نعمل المية السخنة، شبكة المية السخنة في الحمام بتاع الرجال ده. طبعا معروف ان المية السخنة هي هتغذي بس الأحواض، مش هتغذي طبعا اللي هي الحوض بتاع الخدمة اللي هو تنظيف الأرضيات، تنظيف بعض المنقولات، أي حاجة مش محتاج فيها مية سخنة. انا بعملش عملية شطف هنا، ده مجرد نظافة عادية يعني. وبعد كده اكيد المبولة ما فيهاش مية سخنة والقاعد ما فيهاش مية سخنة، فالمية السخنة هتبقى للحوض بتاع اصحاب الهمم والاحواض بتاعت غسيل الايدي اللي موجودة هنا. فاحنا هنبتدي ان كل ماسورة بتاعت مية سخنة هعملها تحت الماسورة بتاعت المية الساقعة بمقدار 5 سم اللي هي 50 ملي يعني، ودايما هيبقى فيه اوفست برضو مقداره تقريبا 5 سم او اكتر من المواسير الافقية. انا هبتدي من ناحية السخانات ديت، هيبقى هو ده مصدر المية الساقعة بتاعتي. احنا لو شفنا هنا المستوى بتاع المواسير المية الساقعة كانت على 1800، احنا برضو ناحية السخان هنخليها 1800 من ناحية المية السخنة لغاية لما اوصل الى الوصلة بتاعت الماسورة الافقية ديت اللي زي ديت بتاعت المية السخنة. يعني ايه؟ اللي مش فاهم هيفهم دلوقتي. يعني هاجي ادي المية السخنة، اتاكد ان السلوب اوف، ونمشي على 1800، وبعدين هاجي هنا واقف مكان المفروض ان انا اكمل بعد كده الماسوره الافقيه. الماسوره الافقيه هنمشيها بمستوى تحت الماسوره ديت ب50. فتعالوا نشوف الماسوره ديت مستواها كام. الماسورة ديت برضو كانت 1800، فديت هنخليها اللي هي 1750. فدي هنيجي هنمشي درو بايب، هنمشي هنا ب 1750، همشي لغاية هنا اهو. فنلاقي واحنا مشينا هو عمل الكوع اللي هو هينزل بيه الخمسين، وبعد كده عمل كوع تاني عشان يغير الاتجاه 90 درجة، فعملنا ايه الكوعين. هنعمل نفس الكلام هنا، ادي الوصلة المية اللي دي هتبقى على 1700. الف والله كان ممكن نعملها 1750 من البداية. تعالوا نعملها 1750 او ماشي، ادي ال 1800 احنا ماشيين، 1800. ولما هاجي هنا هدخل هتبقى ايه، هيعمل لي الكوع وهيعمل لي التي. انا بس متخوف ان هو لما هيجي هيعمل سايزنج للمواسير، لو المواسير ديت كانت قطرها اكبر من القطر اللي احنا ماشيين بيه ب20، احتمال ان احتاج انزل الماسوره ديت كمان 10 سم عشان ادي مسافات نقدر نعمل من خلالها الفيتنج. طيب نيجي نشوف الماسوره ديت كانت ماشيه على ارتفاع كام، على 4200.
فانا همشيها على 4150، يبقى هدي هاجي كده درو بايب، همشي لغاية هنا كده تقريبا، وبعد كده 4150 ونمشي في الاتجاه ده. اتأكد ديت كانت على 4200 وديت على 4150. قالي ليه بعمل الشيفت ده او الاختلاف في المستوى؟ علشان لما اعمل افرع ما بين المواسير السخنة ما تتقاطعش مع الباردة، وكذلك الباردة ما تتقاطعش مع السخنة، فتبقى ماشية كده على هيئة زي شكل الدرج يعني. وديت بقى هتمشي في الاتجاه الافقي لغاية لما تصل الى هنا، علشان انها ترجع وتغذي الاحواض. فديت همشي دروبايب، هاجي لغاية هنا واسيب اوفسيت زيه هنا كده. خلي اشوف دلوقتي، انا دخلت اهو، دخلت هنا اهو، فلما دخلت انا ماشي على مستوى اقل من مستوى المية الساعة، فبالتالي مش هيصبح فيه تقاطع، هو ده المقصود، لغاية لما اجي هنا كده تقريبا. بسيب بس مسافة علشان الوصلات من الاحواض. واحد يقول لي طب احنا ليه دخلنا من هنا، ما احنا اصلا ماشيين من هنا، ما ندخل اصلا من هنا. اقول له طيب حاضر، تعالوا ديت كده اهو، علشان تبقى الماسوره قطرها اوريدي يقل بعد الفرع. فديت هنحركها اهو دي من هنا ونجيبها الناحيه الثانيه هنا كده. طيب بقى المفروض امشي بشكل افقي، مش في الاتجاه ده، فهمشي برضو تحت الماسوره ديت ب 50، فهمشي ب 550. يبقى هاجي هنا هقول له درو بايب ونمشي هنا ب 550 ونمشي في الاتجاه. طبعا كل مواسير الصرف ديت هي تحت مستوى اقل من 550، فبالتالي مش هيبقى فيه اي تقاطع. همشي لغايه لما تظهر لي الوصله بتاعه الميه السخنه، هتلاقي ان هو حتى الفيكتشر ذات نفسه اتعمل له هايلايت. واقف هنا، بعد كده هطلع من هنا بالميه السخنه. ده طبعا شوفوا هيبقى يعني المسار بتاعها على تقريبا 450، احنا ماشيين على 550، انما لو انا جيت ووصلتها لهنا هتعمل الاكواع وهتعمل كل حاجه، ويبقى ايه الماسوره ماشى فيها الميه بتاعتها يعني. ديت لما تيجي تبص كده هتلاقي الفلوق اللي هو 1.5. كذلك انا لو جيت بقى اخدت وصلت المواسير الميه السخنه بهذا الشكل على طول، هيعمل لي الايه الوصلات بتاعتي لغايه لما توصل الماسوره الايه الرئيسيه ديت. عملناها هنا، وصلنا لغايه هنا، هتلاقي انها اتجمعت بقى يعني. دي تقريبا تديني 6، فادتني 6 لان عندي 1.5 في 4 تديني 6. طيب كده كويس قوي، يبقى كده فاضل ان احنا نصل بقى الى الماسوره اللي هتغذي السخن بتاع حوض اصحاب الهمم. فالكوع دوت احوله لتي ان ازود نود، وبعدين امشي درو بايب امشي لغايه لما الاقي ان الماسور الحوض نور. ما نورش يمكن عشان هو بعيد شويه. طيب همشي اهو لغايه هنا كده، وتعالوا نشوف الحوض جات هنا. هعمل ديتيلد لاين او هطلع بده بالميه السخنه لغاية هنا، وبعدين امشي بال 4150 اللي هو الارتفاع ده، هي دي 4150، وهتلاقي دوت برضو 4150، وبعد كده اعمل alignment ما بين ده وبين ده، واقدر بعد كده اروح اقول له يوصل ما بين دي وما بين ده.
فاتوصل. دي بقى هتلاقي ماشي فيه كام؟ ديت ماشي فيه حوالي 1.5، وال1.5 دوت اكيد هيتجمع على الستة اللي مشيت هنا، فدوت هنا هيبقى 7.5 بالظبط، 7.5. حلو قوي. هاجي بقى هتلاقي ان اللي ماشي هنا لسه ما تعرفش هيبقى كام، هيبقى صفر، لسه صفر، واللي ماشي هنا صفر برضو، انما اللي وصل لغاية هنا 7.5. طب انا بقى عايز اخلي الماسورة ديت تشوف الفلو بتاعي اللي هو 7.5، فهقول للسخان المية اللي داخلالك من مية الساعة تبقى 7.5 على الاتنين. ليه؟ لان 7.5 شوية هيدوا نصهم، هيجوا من السخان ده ونصهم هيجوا من السخان ده، يبقى 7.5 يبقى 3.75. يبقى هاجي على السخان ده او السخان ده الاتنين، وعندي الكولد فيكتشر يونت هقول ان هو بيساوي 7.5 على الاتنين. فدلوقتي بقى ايه؟ 3.75. فبالتالي هلاقي ان اللي داخل ده هنا في السخان لازم يبقى 3.75، 3.75، وكذلك دوت 3.75. يبقى اذا اللي هيخرج من السخان دوت هيبقى المفروض ان هو 3.75. ما اتعملش. طيب ثانية واحدة، انا اعتقد هي المشكلة في الفاميلي، فهنروح للفاميلي وهنقول له edit family، وهندخل هنا على البروبرتيز ديت، واحنا بندي الفيكتشر يونت اللي هي الكولد زي ما شايف كده، في تحتيها ديفولت، ديفولت يعني دي هتبقى انستنس بروبرتي مش تايب بروبرتي، وهدي الهوت فيكتشر يونت نفس قيمه القيمه بتاعت الكولد فيكتشر يونت، فاقول دي بيساوي الكولد فيكتشر يونت، واخلي بالي من الكابيتال والسمول ساعات بيفرق يعني، واقول له هنا ابلاي اوكي. ونرجع كده نشوف ال دي بتاعت الكولد ككولد فيكتشر يونت، وديت متسابة بحيث انها تبقى موجودة في كانستنس. نشوف ديت هنلاقي ان الهوت اوريدي القيمة بتاعته اداها للايه، لنفس القيمة بتاعت الكولد. اوكي ادي ده الكولد، الكولد انا عامل يساوي لقيمة موجودة في ال، هنشوفها هيبقى هنا ديت كده، واقول له يس يس، وتعالوا نقول له بقى اوفر رايد اكزيستنج بارامتر كده. ادي الهوت قيمته بصفر، كولد 3.75، ما زالت المشكلة قائمة. ايوه باشمهندسين، احنا هنا قلنا الهوت فيكتشر يونت هيساوي كولد فيكتشر يونت، اوكي كده مظبوط. نيجي بقى هنا عندي، احنا عندنا اللي هي الكولد احنا اديناه بالقيمه الكولد، اوكي الهوت ما ادناهوش حاجه، الهوت فاجي هنا عندي الفيكتشر يونت فبعد عمل محاولات عديدة لقينا ايه بقى؟ لقينا ان السيستم بتاع الهوت ووتر لا يحتمل اكتر من سخان، فبالتالي هنيجي نشوف السخان دوت هياخد الفلو بتاع السيستم كله اللي هو متوصل بيه، السيستم اللي توصل بيه وصل له 7.5، فبالتالي هيدخل هنا للسخان 7.5. طيب انما لو انا جيت وصلت ده بده، شوف كده لما اعمل دي وبعدين اوصل ده بده
لا السيستم كله هيتحول لصفر. ده 7.5، ده صفر بقى يديني صفر، وده بقى كام؟ بقى صفر. يعني هو ايه؟ صفر الدنيا كلها. هنا 7.5. انما اقدر بعد كده يعني برضو تعالوا نشوف الايه الكولد. الكولد ان احنا المفروض هنقسم الاثنين، السبعة ونص دي على الاثنين، يبقى 3.75 ودي 3.75. نيجي هنا نلاقيها فعلا ان هي 7.5، لان احنا ايه يعني عاملين ان ديت هتبقى اوت، فبالتالي هيتجمع هنا بالاوت. انما ده ما بيحصلش مع الكولد، مع الهوت. هوت هتلاقي انه هيجي هنا هيبقى ايه صفر، تحول لصفر، هيتحول لصفر، هيتحول لصفر. انما صحيح اللي وصل هنا هو الايه 7.5. ف يعني نشتغل ايه على كده. يعني انا هشوف الماسوره ديت فيها كام، عليها ماشي فيها 7.5، هروح رايح للسخان واقول الكولد ووتر فيها اقسمه على الاثنين، 7.5 على الاثنين، يعني دي اقدر اقول ده بيساوي 7.5 على الاثنين. وكذلك برضو اجل ده وبرضه اقول له ده بيساوي 7.5 على الاثنين. يبقى كده اللي هيخرج منه، لانه متعرف ان ده اوت، اللي هيخرج منه اللي هو 3.75، واللي هيخرج من ده 3.75، يبقى اللي خارج من هنا هيبقى 7.5. انما الهوت ووتر قبل السخانات هتبقى موجودة، انها بعد السخانات هتتصفر. هو السيستم لا يقبل ان يبقى موجود عليه اكتر من واحد، الا لو انا جيت هنا ودي عملتها كده وجيت قفلت دي رحت قافلها. هنا عندك كاب، الاقي هنا دوت هو اخد 7.5 بتاعته ومشي تمام، مشي تمام. فالامر يعني انا افضل ان اشيل الكاب ده وهتنازل على ان الفلو يظهر على الوصلة بتاعت السخان، هتنازل عنه، وكذلك دي هتنزل عنها. بس ممكن بقى نيجي هنا ممكن نعمل حركة تانية، ان اجي لده ممكن اكتب هنا additional flow بيساوي، تعالوا نشوف اللي هيحصل، انا هجرب معاك، بيساوي 7.5 على الاثنين، على الاثنين. لو جينا هنا شفنا الماسورة ديت فيها كام، ما مش هيعمل حاجة، ودوت مش هيعمل حاجة، فملهاش لازمة يعني، ده فملهاش لازمة، يبقى دي نرجعها اي صفر زي ما كان، ملهاش اي لازمة. فكده يبقى احنا ايه وصلنا كمان الفلو بتاع المية السخنة لكل الايه لكل الاجهزة الصحية. ده اللي خارج منه هو 1.5، هيتجمع مع اللي جاي من هنا اللي هو 6، ده هيبقى 7.5، والحوض بتاع الخدمة ملهوش، فبالتالي يبقى اللي داخل هنا ده 7.5. لو انت عملت اللي انا عملته لقيت ان ما ادكش نفس البرفورمانس، فارجع حمل السخان دوت مرة تانية من الفاميليز اللي عندك. وهنعمل بقى نفس الكلام دوت في الحمام دوت، في الحمام بتاع النساء. قبل ما احمل في النساء نسينا حاجة، ان الروتينج بريفرنسز بتاعت المواسير دي ما كانش فيها كروس، فتعالوا ان احنا نحط فيها الكروس. هنقول له هنا edit، وبعدين edit routing preferences، نيجي هنا في الكروس كنن، نيجي نديله الايه الجينيريك ستاندرد، اوكي، علشان اقدر اني اعمل الايه المواسير فيتنج كروس ار سيت نان سايز رينج. فهنا ديت كده الروتينج الكروس ده ايه هيبقى اول، اوكي ابلاي، اوكي، علشان اقدر اجي هنا عندي الكوع اللي طالع دوت اقدر احوله لتي، وفي بقيه الادوار هيبقى كروس ده كده.
واقدر اخده وامشي بقى بيه واعمل الايه اللي انا عملته في الحمام بتاع قدرة المية بتاعت الرجال. كده احنا عملنا الايه الحمام برضو بتاع السيدات لغاية لما وصلنا للايه للسخانات. طب انا دلوقتي السخانات دي وصل لها قد ايه؟ تعالوا كده نشوف الماسورة المشتركة 10.5. قلنا لو جينا لكل فرع هنلاقيها بتدي زيرو زيرو وزيرو. فانا هاجي للسخانين دول واقسم كمية المية السخنة المفروض انها تروح لهم كمية ساقعة، ودي هتساوي 10.5 على الاتنين. فدلوقتي هلاقي اللي طالع من دوت هو 5.25، واللي طالع من دوت هو 5.25، وديت طبعا 10.5 زي ما هي، انما قلنا ايه هنتغاضى عن الصفر ده والصفر ده لان المشكلة دي لغاية دلوقتي انا مش شايف لها حل. طيب يبقى بكده احنا عملنا الايه الشبكة. عايزين بقى نعمل سايزنج للمواسير. لما نعمل سايزنج المواسير ديت احنا قلنا ان الكود المصري يعني بيخيرني انت هتشتغل على سرعات بتساوي 2.5 ولا 1.25. فديت هنشوفها من فين؟ هنشوفها في الكود المصري. يعني لو رحنا للكود المصري هنا اهو، لو رحنا لده و يعني رحنا للجزء بتاع التغذية بالمية اهو، هتشوف ان هو السرعة اللي بيستخدمها لإما الواحد وربع لإما الاتنين ونص. خلي بالك في أكتر من طريقة لعمل سايزنج، في الطريقة بتاعت الإيكوال فريكشن، وفي طريقة الجدول ده اللي هو مبني على الإيكوال فيلوستي، وفي طريقة تانية اللي هي الماسورة المكافأة، الطريقة التالتة يعني الماسورة المكافأة. فاحنا هنشتغل على الإيه؟ على السرعة الثابتة اللي هي بتساوي، هنختار الاتنين إيه؟ الاتنين ونص. فهنروح هنا، تعالى مثلا احنا نختار الايه مثلا بتاع السخن الاول اللي هو ده كده قبل ما يختار الايه الساقع. كده اختار السخن اللي هو في الحمام بتاع الرجال، نقدر نقول له هنا داكت بايب. وانا ما بعملهاش على 2.5، بعملها على 3 لانه لو هو 2.55% فهو ايه بيروح مكبرها على طول. ف بالتجربه كده لقيت ان احنا نخليها احسن نظبطها على 3 ونقول له اوكي. فهيظبط لي هنا ممكن الاقي ان في بيقول لي ذا داكت وايب هاز بين وفايت ذا اوبوزيت دايركشن، فاكيد المسافه كانت صغيره، المسافه اللي هنا دي صغيره طالما ان هي ايه عمل لي فيها. هنزل الماسورة زي ما كنا متوقعين. الماسورة ديت كانت على 1750، هخليها على 1700. وبرضو في نفس الوقت برضو الناحية التانية. طب نجرب كده الأول تاني اهو، ديت وبعدين نروح هنا لده ونقول له اعمل لي السايزنج. فعملهولي بيقول لي بس ان في سايز بيساوي زيرو. ما احنا عارفين هنا السايز كان بيساوي زيرو نتيجة ان ايه البتاع. فهنا عمل لي اهو السايز. هعمل نفس الكلام الناحية التانية بعد ما اخلي ده 1700 بدل 1750 هنخلي 1700. تمام. بعد كده بقى هنا ايه نعمل ده، انا بعمل تاب 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 لغاية لما يختار لي الايه المواسير بتاعت السخن من غير الفيكشرز ومن غير المواسير بتاعت المية الساقعة. وهنا اقول له ايه البايب سايزنج ونقول له ايه اوكي. فكده عملها لي. جه هنا قال لي ان في عندك السايز بيساوي زيرو، ما انا عارف ان السايز بيساوي زيرو. تمام. نيجي بقى نفس الكلام نعمله بالنسبه للايه للساقع. انا في الدور ده هعمله كله على بعضه اهو اهو كله لغايه لما اختار كل المواسير بتاعت الساقع، وبعد كده اقول له ايه الدكت وايه اوكي. اوكي عمل لي السايزنج بتاعي. تمام
وجهنا يعني هنا ديت اصبحت كام بوصة؟ ديت 2.5 بوصة، وهنا عندي 2.5 بوصة، والمواسير هنا دوت نزل ب2.5، وهنا بقى 2.5 لغاية لما وصل هنا بقى 50، ووصل هنا بقى 50 لغاية لما وصل للايه ده. بالنسبة للأحواض هنا ماشي لغاية هنا اهو 2، جه هنا كمل بال2، جه عند الأحواض بقى 1.5، وكمل هنا 1.5، جه ادى السخانات ب1.5، ودوت ب1.25 السخان، يعني لما جه قسمهم على الاتنين بقى 1.25. لما هتلاحظ ان السائع بيبقى اصغر من السخن، يعني لو جينا هنا في ده، يعني ديت هنا المواسير، يعني ده اللي بيغذي مجموعة الاحواض كلها لغاية لما نيجي هنا، ده بيغذي بكام؟ ب32. حين لما نيجي نشوف الاحواض بتتغذى من هنا بكام، بتتغذى ب40. فدايما السايز بتاع السخن بتلاقيه اقل من السايز بتاع السائع، ف يعني ما تتخضش يعني كده. احنا احنا عملنا السايزنج بتاع الدور التالت، سواء كان للسائع او للسخن. بعد كده عايزين نكرر الكلام دوت في الادوار. انا هتوقف لغاية هنا في الفيديو دوت، وبعد كده نشوف في الادوار هنعمل ايه.